ذكر البيهقي رحمه الله من أن بعض العلماء قال من كان حافظا للقرآن ففعلها بالانفراد أولى، هذا قول لبعض العلماء، وبعضهم قال بأن فعلها على وجه الانفراد أفضل مطلقا، ولكن الأدلة تدل كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم أن فعلها جماعة هو الأفضل، لكن من لم يفعلها جماعة فإنه لا يكون آثما. ولذلك قال الحاكم في مستدركه: وفيه الدليل الواضح على أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة.